مع حلول العطلة الشتوية ينطلق مسرح الطفل في برنامج ثري سطره الديوان الوطني للثقافة والإعلام بقاعة العروض أحمد باي بقسنطينة. أسبوع الأول من العطلة الشتوية مسرح للطفل متمثل في ألعاب خفة ونشاطات ثورية، وهذا تضامنا مع أطفال غزة ومع القضية الفلسطينية. عروض مختلفة، مسرحيات وألعاب خفة، انطلاقا مع عصر كل يوم وجدت فيها العائلات القسنطينية مقصدا ومحجا لإبعاد الضغط عن أبنائهم. في كل خطرة يشوقونا باش نجيو نتفرجوا مسرحيات من هذا النوع، وخاصة قضية فلسطين اللي والله مسرحية خلتنا باش نهبطوا الدموع، يعني كبير ولا صغير رانا مجمعين هنا. صراحي جميل. الملحمة عنوانها غريدية قدس، يعني الهدف منها التضحيات التي قدمتها الأم الفلسطينية في تكوين جيل، هذا الجيل يكون متشبع بالروح الوطنية. غريدية قدس التي قدمت بعرضها من سيدي بلعباس تركت جميل الأثر في قلوب الأطفال فتفاعل معها جيل الغد. جيت لهنا المسرحية، شوف فلسطين نحبهم بزاف وعجبتني المسرحية وعجبتني البنت والأم. عجبني التمثيل تاع الطفلة الصغيرة لعبة دور الشهيدة. أتمنى الفرح والانتصار لفلسطين وكل أطفال القدس. ومع ثراء البرنامج المقترح فإنه لم يشذ عن الهدف الذي وجد لأجله، فجاء ليشحذ همم الأطفال بأسلوب تربوي شيق يكون استمرارا لما هو في مرحلة الاستزادة المدرسية.